السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، التحية طيبة ورمضان كريم للجميع. اليوم نلتقي في حوار مفتوح حول موضوع هل هنالك حدود للإسلام، وهل هنالك إمكانية لتعريف الإسلام تعريف حاسم ودقيق. الحوار راح يكون من عدة محاور، ويتكفل بمحورين من هذه المحاور الصديق محمد صالح، وأيضا سأتكفل بمحور آخر حول مستقبل الإسلام، وهل أن هنالك مستقبل الإسلام. الصديق محمد صالح يتحدث عن قضية حدود الإسلام، هل أن هذه الحدود هنالك هذه الحدود لها علاقة بال هل هي آسف هل هي حدود حقيقية، وهل أم أنها حدود وهمية؟ وهل ان هنالك امكانيه لتعريف الاسلام تعريف دقيق؟ وهل هناك علاقه للاسلام بالايمان؟ هذه اسئله كثيره جدا. ميزه هذا الحوار راح يكون حوار مفتوح وجاد، ولا يتناول او يخشى التعرض للمقدسات، انما يحاول ان يقرا المشهد الاسلامي او المشهد المسلمين عبر التاريخ بطريقة نقدية عقلانية علمية، بغض النظر عن كون هذه الطريقة هي لها علاقة بالمقدسات أو بالمحرمات. لا، الموضوع مفتوح، وراح يكون النقاش لا ينطلق من وجهة نظر إيمانية مقتنعة بالرسالة الدينية الإسلامية، لكن بغض النظر عن موقفنا احنا المشتركين سواء كنا مؤمنين او غير مؤمنين، الموضوع لا يتعلق بنا، انما يتعلق بمشاهدة ما يحدث بطريقة موضوعية بغض النظر عن آرائنا او معتقداتنا الشخصية. الآن نرحب بالصديق محمد صالح، واهلا وسهلا. شكرا استاذ منصور، وشكرا للاستضافة، وتحية طيبة للأخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين. اهلا اهلا بك. انا بالعكس، هاي قناه هي جديده، ونحاول احنا نحاول ان نقدم وجهه نظر جديده مختلفه عن السائد قدر المستطاع. نحاول ان نقدم صوره لمشهد يحاول ان يحلل ويفكك مشاكل التي تمر بمجتمعاتنا، ويقدم اجوبه ورؤى ومنظور جديد لهذه المشاكل بطريقة جديدة مختلفة عما سبق. أهلا وسهلا، وممكن نتعرف على الموضوع اللي راح تحدث عنه وتفاصيله، والآن الملعب لك بالكامل مفتوح. شكرا جزيلا أستاذ منصور، وشكرا للأخوة والأخوات، وأتمنى أنه الحوار يكون على المستوى المطلوب. طبعاً اخترت هذا الموضوع لأني أشوف أنه موضوع التعريفات في غاية الأهمية. عندما نتكلم عن أي موضوع نحن نحتاج أن نعرف إيش هو هذا الموضوع، بما أن الكلام والحديث عن الإسلام فمن باب أولى أن نعرف إيش هو ضابط لهذا الكلمة لهذا إيش هو التعريف تبعه، بماذا يكون الإنسان مسلم، بماذا لا يكون مسلم. طبعاً كعادة المشايخ والعلماء، مثل ما تعرفون، ليس لأني منهم طبعا، أنا لست عالم ولا شيخ ولا شيء، ولكن الفكرة أنه هم دائما طبعا يتكلمون لما يقدمون التعريفات أو المصطلحات أو الكلمات الشرعية أو المصطلحات الدينية، دائما يقدمون طبعا تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي أو تعريف شرعي. والتعريف اللغوي للإسلام هو يعني مثل ما دائما نقرأ أنه هو بمعنى الاستسلام والإنقياد، وهذا جيد، إحنا ما نجد يعني كثير إلى التعريفات اللغوية، وإنما المشكلة في التعريف الاصطلاحي. يعني الآن إيش هو التعريف الاصطلاحي للإسلام؟ قالوا أن الإسلام هو الإنقياد لله بالتوحيد، والإنقياد له بالطاعة، والاستسلام له. هذه تعريفات مبهمة، يعني ما تعمل أي شيء حقيقة، لأن الإشكالية أن جميع الفرق الإسلامية، يعني من مثل ما نقول دائما، يعني من أقصى التشيع إلى أقصى النواصب، ومن أقصى
مجسمة إلى أقصى المعطلة ومن أقصى يعني. فهؤلاء كلهم اختلفوا عن تعريف الإسلام. أنت بمعنى يعني ماذا يعني ليش يعني اختلفوا؟ اختلفوا في أنه أنت إذا ارتكبت مجموعة أفعال أو لم تأتي بمجموعة من الأفعال هل ستكون مسلم أم لا تكون مسلم؟ وعلى هذا الأساس أتت المصيبة الكبرى في أنك أنت إذا لم تكن مسلم فأنت ماذا؟ يا أما أنك كافر أصلي بمعنى أنك لا عهد ولا ذمة أو المشكلة أكبر أنك مرتد. فإذا أنت كنت مرتد المشكلة أكبر يعني أنت لا وأنا عندي مشكلة يعني أنت متخصص أكثر بالتفاصيل. أنا عندي أنظر الموضوع من الخارج. نعم القضية وين؟ أنه هنالك قناعة عندما تنظر لهذا المشهد تشعر بأن هؤلاء الذين يتحدثون ما هو التعريف الصحيح للإسلام، ما هو من هو مسلم ومن هو غير مسلم، هل هناك تعريفات، كل واحد عنده وجهة نظر، هؤلاء جميعا يتحركون ضمن أفق يعتقد أو يؤمن مو قضية بقضية الإسلام، يؤمن بأنه هنالك جواب واحد حاسم ونهائي. هذه هنا مربط الفرس كما يقال، هنا لب المشكلة، أنه أنت تعتقد أنه هنالك حل أو جواب على هذا السؤال الكبير، وأن هنا كل ما عليك هو فقط أن تبحث لتجد الجواب الصحيح لدى الفرقة الفلانية أو الجماعة الفلانيين، أو أن تبتكر جوابك الخاص، وهذا هو سبب خراب مجتمعاتنا وظهور حركات لا أول لها ولا آخر عبر التاريخ، والكل يعتقد بأنه هو وجد الجواب الصحيح. هنا الكارثة العظمى. لكن حتى هذا موضوع آخر ممكن هو ارتباط وثيق، لأنه أنت عندما تريد أن تقول أن هذا دين من عند الله واسمه الإسلام فأنت مضطر أنك تعمل تعريف واضح له. إيش هو الله؟ شو يريد الله؟ يريد 1 2 3. إذا ما عملت 1 2 3 فأنت خارج هذه الدائرة. وكيف تعرف 1 2 3؟ كيف ممكن أن تقول إنه الله ماذا يريد؟ واحد 2 3 هي العملية بأكبر. إذا آمنت بأن الله يريد وأنه أنزل كتاب وما فرطنا في الكتاب من شيء، فأنت أوتوماتيكية راح تفكر بنفس العقلية. ما لك هي هاي هو هنا المصيبة. هو الفكرة واحد يخرج من هذا الإطار الضيق الذي يختصر الأمور ويختزلها إلى درجة شديدة الضيق وشديدة التخصص، أنه لابد أنه أنت هنالك غابة هائلة عليك أن تجد الطريق الصحيح. وهذه لعبة دمرت تاريخنا ودمرت مجتمعاتنا ودمرت شعوبنا، وليس الآن دمرت التاريخ الإسلامي من مثل ما يقال من القرن الأول، يعني من أول 50 سنة مثلا. الخوارج ما خرجوا، يعني الخوارج لما طلعوا قالوا هذه الأمور أنت إذا ارتكبتها خرجت من الإسلام. قال كيف خرجت من الإسلام؟ ما قالوا هذا الكلام لناس مثلي ومثلك طبعا، قالوا هذا الكلام لعلي بن أبي طالب يعني، والمفروض هو. وهؤلاء الخوارج يعني مثل ما وصفوا يعني تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى، يعني مش ناس سلطويين وناس وراء كذا، في ناس عندهم تصورات دين. أنت إذا ما عملت هذه التصورات فأنت خلاص ما يشفع لك أنك صهر الرسول، أنك ابن عمه، أنك ما أدري كذا، أنك خليفة، ما ينفع هذا الكلام. هو أنا أقول شنو؟ أقول أنه علينا أن نخرج من هذه الحدود التي وضعت للإسلام واعتبرت بأنه هنالك إسلام صحيح وكل يعني وإسلام غير صحيح. وهذا الحدود مش موجود أستاذ منصور. نعم. يعني هذا الحدود يعني الآن هذا هو المبحث. يتوهم الإنسان أو قد يتصور أن هناك تعريفات واضحة ومنظمة ودقيقة، هذا الكلام مش موجود. يعني أنت بماذا تستطيع أن تقول هذا هو الإسلام؟ بماذا؟ لا يوجد عندك نص لا من القرآن ولا من الحديث ولا من كبار الصحابة. هو هاي المشكلة أنه هم إحنا عندما نتحدث مع كثير من المؤمنين يتحدث لك بعمومية شديدة جدا
ويقول لك انه علينا فقط ان نبحث وانتهى الموضوع. هنا احنا وين ليش نريد نقدم صوره جديده للمشهد؟ نقول هذه الطريقه بالتفكير، منطلقات التفكير بهذا الموضوع منطلقات خاطئه وغير صحيحه، ويجب الانتباه والحذر من التوغل في قضيه هي بالنتيجه ما راح تؤدي، راح تدخل في متاهه ولن تصل الى نتيجه. الحل البسيط انه كل واحد عنده وجهه نظره، وانه هاي قضيه مفتوحه ولها علاقه بالادب والبلاغه واللغه وامكانات اللغه والقراءه والناس، يعني هذا مجال مفتوح وعلينا ان نتقبل فكره وجود اراء متعدده لنص واحد او يعني لحدث واحد، لفكره واحده، لقضيه واحده، ومع تقبل الافكار الاخرى. هو عمليا يعني هو عمليا، ولكن هم ما كانوا يتقبلون بعد، لأنه يعني عمليا الناس اصلا اختلفت، يعني الناس ما قبلت، انا ما قبلت برايك بتعريفك، وانت ما قبلت بتعريفي، وزيد ما قبل بتعريفنا نحن الثلاثه، احنا الاثنين، وعمر ما قبل بتعريفنا نحن الثلاثه. يعني هو عمليا لا الشيعة قبلت بتعريف السنة، ولا السنة قبلت بتعريف الشيعة، ولا المعتزلة بتعريف الأشاعرة، ولا الأشاعرة بتعريف المعتزلة، ولا الخوارج بتعريف الصحابة، ولا الصحابة بتعريف الخوارج، ولا يعني ما حدا قبل بتعريف أي أحد. الآن أنت كونك تأتي وتقول والله الإسلام هو واحد اثنين ثلاثة، هذا الكلام يعني حتى لما تكلموا مثلا، أنا لأني شوية دارس في هذا المجال، لما تكلموا في 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 المصطلحات العلميه الشرعيه، يعني اقصد العلوم الدينيه، مثل اركان، قالوا الركن هو انه لا يتم وجود الشيء الا بوجوده، ولا يستلزم من وجوده وجود الشيء. قلنا جيد، اذا اركان الاسلام كم هو؟ قالوا خمس. قلنا جيد، اذا الانسان ما صام هل يعتبر كافر؟ لا أعرف أنا أحداً من الفقهاء ما عدا الخوارج قالوا أن الإنسان إذا ما صام يعتبر خارج من الإسلام. طب كيف هذا الكلام؟ قال لا، إلا إذا أنكر بقلبي. ما هو أنت إذا أدخلت أنكر بقلبي، هناك أعمال أخرى، أنت إذا أنكرت الجهاد، إذا أنكرت حرمة الخمر، إذا أنكرت الزنا، أنكرت كل هاي الأعمال، إذا الموضوع له علاقة بالقلب له نفس الحكم، فما عاد هناك قيمة لأنك تقول لي أركان الإسلام خمسة، هذه الأمور كلها راح تتحول إلى أركان الإسلام. وإذا قلت نعم سيخرج من الإسلام، أقول من قال هذا؟ يعني مين قال هذا الكلام؟ يعني أنت اللي وحدك تغرد، مش خارج السب، بل خارج التاريخ والجغرافيا، يعني مش موجود هذا، ما في حدا قبلك 1400 سنة ما حدا فهم الإسلام يا عمي إلا أنت، هذا كلام مش صحيح. فهذا التعريف، هذا التقييد هو مش موجود، هذا أنك تقول أنا هذا هو الإسلام مش موجود. إذن الإشكالية وين؟ الإشكالية أنك عندك تصور عن دين، تظن أنك أنت ضابط حدوده، ضابط أركانه، ضابط إشكالياته، عندك بعض النصوص، أنت حقيقة هذه الأمور ما ليست صحيحة. هاي المشكلة. نعم. هاي المشكلة صديقي، بأنه إحنا هي هنا أنه كلهم هؤلاء لديهم تعريفهم، يعتقدون أنه لو وجدوا التعريف الصحيح أو تلقفوا الفوله بالمصري يقولون، لقف الفوله مال الموضوع، وانه هذا انا وجدتها يعني. فهي هنا المشكله احنا ننظر بهاي الطريقه مو صحيحه، لانه الان العصر يختلف عن العصر القديم. انا افكر كما قلت لك من الخارج، واباوع اشوف المشهد مو طبيعي، لانه انت تشوف انه المجتمعات القديمه مجتمعات ما تعرف شيء اسمه انسان او انسانيه، المفاهيم الحديثه لها علاقه مثل الحريه والمواطنه والحقوق الانسان وحقوق المراه وحتى حقوق الحيوان، هذا المنطق ما كان موجود ذاك الزمان. وكان ينظرون الى ليش ما يعتقدون برايي انه هنالك حقيقه واحده يجب البحث عنها، لأن هم يعتقدون بأن هم كتلة واحدة، عليهم كل ما على عليهم أن يجدوا جماعة وينتظموا ضمن جماعة محددة أو أمة كما تسمى بالعربي أو ملة. هذه الملة أو الجماعة تجتمع معا حول قضية واحدة وتقول هذه هي قضية والحقيقة الأساسية مالتنا وانتهى الموضوع.
لا لم يكن هنالك أحد يفكر بأن هنالك إمكانية لأن يكون هنالك حل فردي أو مجاميع إنسان إلى قناعاته وأراء الشخصية. لا ما موجود هذا الشيء، هاي رفاهية معاصرة لنا فقط، ما كانت موجودة ذاك الزمن. لهذا السبب المشكلة وين؟ الذي نأتي الآن ونفكر بمنطق القدماء ليس بمعتقداتهم ومذاهبهم وأفكارهم وفرقهم الدينية أو غير الدينية، أو يعني فرقهم الدينية أو العشائرية أو القبلية، نأتي نفكر بطريقتهم. هنا المصيبة، المصيبة ما هي حدود الإسلام. الإسلام ما له حدود وبالصراحة، لأنه هو يعني هو شيء فكرة ولا توجد فكرة لها حدود. هنا المصيبة. ونأتي بعد ذلك كلمة الحدود أيضا بها مشكلة أخرى. وأنا دائما أقول للأخوة اللي أناقشهم، أقول أنت يعني أنت عندك أكثر من 1.5 مليار مسلم، أنت حقيقة أنت عندك مليار وأكثر من 1.5 مليار إسلام. يعني أنت ما تستطيع أن تأتي وتقول هذا هو الإسلام، غيرك ما بيشوف هذا هو الإسلام. إذن وين هو الآن الإسلام؟ مش مجسد، مش محكمة، حتى ما عنده مرجعية. يعني الآن مثلا لو إحنا مثلا لو قلنا إحنا كاثوليك ورجعنا للبابا تبع فاتيكان ويحسم الموضوع لنا، تمام؟ نعم. انحلت الإشكالية، ولكن إحنا الآن حتى ما عندنا هذا. يعني الآن ما الآن لما أريد يعني اللي ينزنق شوية، يعني اللي مثلا تحصر شوية تحط الزاوية شوية، يقول لا أنت هم رجال ونحن رجال، وإذا الموضوع انقلب قال لا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب إحنا سألنا أهل الذكر شفناهم مختلفين، ورحنا للكتاب والسنة شفناهم ما ينطقون، ورجعنا لكم وشفنا لكم أنه أنتم مختلفين. طب الحل شلون؟ ماكو حل. هذه الأمور كلها أمور مبهمة، ما تستطيع. يعني الآن أنت لما تأتي وتقول لي مثلا داخل المذهب المدرسة الواحدة مثلا، الآن أنا أحصر لك الليلة كلها، ما نشوف كان هناك مدرسة مثلا اسمها مدرسة أهل الحديث، وهذا الذي عليه الغالبية الساحقة من السلفيين. مدرسة أهل الحديث هذا اللي انبثق منه وتفرع منه ابن تيمية والتيار اللي وانت نازل، وبعدين وصل لمحمد بن عبد الوهاب، تمام؟ محمد بن عبد الوهاب هذا اللي بيسموه المدرسة الوهابية والجماعة الوهابية. هل تعرف ابن حنبل واستمر؟ كيف؟ ابن حنبل بدأ بها واستمر. هو ابن حنبل ما كان يتطرق كثير لمواضيع التكفير. أنا يعني قريت رسائل وكتب وكذا. مدرسة أهل الحديث أقصد. أي أكيد مدرسة أهل الحديث، وكان يوجد قبل حتى أحمد بن حنبل، ولكن أحمد بن حنبل بسبب موضوع خلق القرآن وكذا صار عنده صهارة كبيرة. هو يمكن أكثر الناس حتى يعني من الناس اللي يمكن الناس ما بتعرفهم يعني له دور أكثر من أحمد بن حنبل هو يحيى بن معين، لأنه يحيى بن معين، ولكن يحيى بن معين سقط يعني خاف قال بموضوع القرآن. المهم الفكرة أنه المدرسة الوهابية محمد بن عبد الوهاب، أقوال محمد بن عبد الوهاب في تكفير خصوصا اللي هو انتفاء الإسلام أو وجود الإسلام، يختلف عن أقوال أولاده وأحفاده. وعلى يعني على وجه التعيين هذا سليمان وحسن بن عبد الرحمن هؤلاء يعني، وحتى يعني شو كان اسمه السحمان هذا، وحتى لما يجوا من بعدهم هذول بن عتيق وهؤلاء إلى أن وصل محمد بن إبراهيم آل الشيخ، هؤلاء أقوالهم في التكفير يختلف عن أقوال محمد بن عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب ما كان يقول فيها، يعني يعتبر محمد عبد الوهاب كان يعتبر نسخة لسه سهلة، يعني لولا نسخة أكثر قدرة على التحاور وعلى من أولاده ومن أحفاده. فإذا هؤلاء مدرسة واحدة، عائلة واحدة، هؤلاء يعني كلهم مجمعون على إمامة محمد بن عبد الوهاب، يسمونه شيخ الإسلام ويسمونه مجدد. أنت وصل بك الخلاف في التعريف إلى هذه الدرجة، وهذا الكلام طبعا كله مكتوب في الدرر السنية اللي جمعه هذا بن قاسم هذا، وهو يعني 16 مجلد تقريبا، يعني إذا تقرأ تفهم هذا الكلام كله.
إذا أنت ما عندك الآن، أعطيك مثال أكثر من هذا. الآن الناس طبعا تقول سلفيين سلفيين، ممتاز جدا، من هم السلفيين الآن؟ هل تعلم أن ما أقول لك دائرة السلفيين فقط اللي اختلفوا في هذا، أقول لك يعني دائرة داخل الدائرة الجهادية نفسها اللي انبثقت من السلفية أصلا، اختلفوا في مسائل التكفير. يعني القاعدة اختلفت عن البغدادي، عن بن لادن، عن عرفت شلون؟ هي أنت ما عندك ضابط. ليش؟ هذا اختلاف سببه شنو؟ سببه سهل جدا، أنت عندك نص مش مفسر مش واضح. يعني الآن مثلا السماء هو السماء، الأرض هو الأرض، مش هيك؟ الإسلام هو شنو؟ ما عندك هذا قال الصلاة وصوم وكذا، ولكن مش هذا فقط الإسلام، في أمور ثانية، في عندك نصوص ثانية تضيعك في الحوار، في الفهم، في البحث، ما يحسم لك القضية. فتضطر أنت شو تعمل؟ تضطر أنك تبحث من نفسك، تضيف من نفسك. وعلى مدار 1400 سنة هذا اللي عمله العلماء، أنهم أضافوا، جابوا نصوص، قالوا هذا كيف نضبطها، لازم نعمل لها، قالوا كذا، هذا اجتهاد، يلا عملنا هذا التعريف لهذا. جميع العلوم الإسلامية، هذا اللي يسموه أصول الفقه وكل هذا الكلام، كلها انعملت بهذه الطريقة، وكل هذه القواعد وكل هذه الأصول اعتماطية يا قصدك، إيه كلها مسائل اجتهادية استقرائية. يعني أنت عندك نصوص ما تستطيع، ما تحسم لك المسألة، تجمع 20 نص من هنا وهناك تعمل بنا قاعدة، واحد ثاني يجي غيرك يقول هذه النصوص ما أنا ما أسلم بهذا، يجمع لك 20 نص ثاني يعمل لك قاعدة ثانية مخالفة للقاعدة تبعك. وهذا الكلام مش محصور داخل المدارس المختلفة عن بعض، وإنما حتى داخل المدرسة الواحدة. فإذا نحن نواجه بإسلام كبير جدا بدون تعريف، ولكن الإشكالية مو أنه بدون تعريف، الإشكالية أنت لما تأتي وتظن مثل ما حضرتك تفضلت فيه في البداية، أنك تأتي وتقول أنه هذا الكلام له تعريف، أنت إذا قلت له تعريف أنت ما تستطيع ترجع خطوة لورا. ليش؟ إذا أنت قلت الإسلام 1 2 3 4 كذا، طب أنا إذا ما أتد بواحد 2 3 4 شو أسوي؟ راح تضطر أنك تكفرني، وإذا كفرتني شو راح أسوي؟ هاي مشكلة. أنا راح يكفرني، أنا راح الشيعة راح يكفر وبعض، السنة راح يكفر وبعض، السلفي راح يكفر بعض، وهذا اللي حاصل. وهذا أنا أقول ليش أقول وين المشكلة؟ المشكلة بأنه ذاك الزمن كان هاي قضية مهمة جدا لكيفية قيادة الناس وقيادة المجامع البشرية بذاك الزمان، فكان من المهم أن يحددون مذهب. هو مذهب ما من أين أتت الكلمة؟ من الذهاب في طريق محدد، يعني طريقة شيخ عالم معين في استقرائه، فيقول لك احنا اشبه بركاب سفينة في عالم الدنيا او العالم شلون يسمونها الارضين والسماوات، يعني عالم الارض او في الحياة الدنيا، فعلينا ان نجد طريقنا فقط، وهنالك اله وعلينا ان نجد طريقنا، فكل واحد يقول هو هذا الطريق. الآن هاي المسألة ما عادت مهمة، كانت مهمة لأن الناس كانت بحاجة لأن يعتنقون قضية واحدة أو يخلقون رابطة اجتماعية أو جماعية فيما بينهم، يسمونها الجماعة أو يسمونها الكنيسة عند المسيحيين أو الكنيس، يعني اللي احتجزون ضمن جماعة من المؤمنين. هذه الجماعة كانت ضرورية لأنه ما ممكن تعيش في ذاك الزمن إذا ما كنت أنت متحالف مع مجموعة من البشر تحت أفق أيديولوجي أو عقائدي أو ديني يحفظك ويصونك ويخلي يخلق ترابط بينك وبين الآخرين. الآن هاي المسألة انتفت، يعني أنت الآن هي مصيبتنا، هاي كانت المشكلة أوكي بيناتنا، لكن الآن ما جاي نحاول نرجع نبقى. يعني هو شنو الدين الإسلام؟ هو عبارة عن شيء أرقى من القبيلة، يعني درجته لا أكثر ولا أقل. والآن يردون يسوون هاي المليار ونص على قولتك، يحولوهم إلى قبيلة واحدة على الجميع، يعني يتبع الإمام مالتهم أو ولي الأمر، وبالحقيقة لا أكو ولي أمر ولا هو الأصل، ما حد يعرف شنو الأمر يعني حتى يصير عنده ولي أمر يعني. تفضل. نعم، وكلامك صحيح أكيد،
النظرة القبلية هي أساساً هي اللي كونت المجامع الإسلامية، لأنه القبائل لما كان رأس القبيلة يأتي، وأساساً لما الحروب كانت تصير بين المسلمين في كثير من الأوقات كان هذه القبائل أصلاً هي اللي بتعمل هذه الحروب، ثم تؤدلج أو يعطى طابع شرعي، وهناك علماء ومشايخ يعملون بهذا المجال. الإشكالية وين الآن؟ الإشكالية إحنا الآن لما نأتي ونتكلم عن التعريف الإسلامي وعن هذا الكلام، طيب من الذي له الحق أنه يفسر الإسلام؟ يعني هذه إشكالية ثانية. إحنا الآن مثلاً دائماً أقول للأخوة، أقول طيب إحنا الآن هذا القرآن عندك يقول لك ماذا؟ يقول لك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هنا بالاتفاق أنهم العلماء والأمراء، تمام؟ طيب قال وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب ما في الله وما في الرسول، أما كيف أردوا إلى الله؟ قال لا، تردوا إلى الكتاب والسنة. جميل جدا. الآن هذا اللي أنا تنازعت معاه هو أصلا يتكلم بالكتاب والسنة، وأنا مو متنازع مع واحد يهودي يعني. أنا متنازع أصلا مع أولي الأمر من العلماء. هذا يقول فإن تنازعتم في شيء، والشيء هنا نكرة يعني أي حاجة، فردوه إلى الله والرسول. جميل جدا. أنا أريد أرد إلى الله والرسول. طيب مين اللي راح يحسم الموضوع؟ مين هو القاضي في هاي الليلة اللي راح يلزمني ويلزمك أنت بما قال الله ورسوله؟ ما في هذا. لا هي المشكلة، المشكلة يعني ما أعرف، يعني ما أعرف شو تنحل. وأكو حل يعني إذا الناس أرادت، ولكن قديما كانت هذه الإشكالية محلولة. ليش؟ لأنه كان في خليفة، الخليفة يعين قضاة، هذول القضاة كانوا مثلا أنت عندك إشكالية تروح تتنازع عند واحد اثنين ثلاثة، هذا في ماذا؟ في الأمور العادية بالحياة. بعدين صارت في إشكاليات كبرى، صارت في إشكاليات فكرية، إشكاليات فكرية بمعنى أنه أنا أتي أقول الله فوق العرش ومش فوق العرش، الله عنده يد وما له يد، أنه أنا أقول ترك الصلاة كفر مش ترك الصلاة، أمور جدلية فلسفية نظرية. مش قال طيب هذا كيف يحسم؟ الآن الحلاج قالوا، قال إذن نجيبه. طب قال وفيك الخصاب وأنت الخصب والحكم. أنا كيف لا جاب الحلاج؟ قالوا قطعوه أصلبوه. جميل جدا. ما هو هذا اللي عملوا على الحلاج، بعدين سووه بأهل السنة كمان، يعني سووه حتى بمدرسة أهل الحديث. مثلا في زمن حفيد هارون الرشيد كان في خليفة اسمه الواثق، هذا الواثق إجا أبوه كان المعتصم، هذا ومعتصم أكيد سمعت عنه، هو هذا المعتصم أخو المأمون، المأمون هو الذي أتى بموضوع خلق القرآن وهذه الليلة. نعم. فمات المأمون وصل المعتصم، والمعتصم أصلا واحد ما كان لا يفهم بالمذاهب ولا الدين ولا الجدال ولا كذا، واحد عسكري بحت كذا. فمات المعتصم وموضوع خلق القرآن ساري، جاء ابنه، ابنه كان متعصب لهذا المذهب، هذا مذهب منه مذهب اللي كان يقول بخلق القرآن بغض النظر عن الصواب والخطأ. قال لك شو عمل هذا الواثق؟ قال إذا واحد جاب واحد من هذولا من أهل السنة من الذين كانوا عارضوا خرجوا عليه وكذا، واحد كان اسمه أحمد بن نصر الخزاعي، هذا رجال يعني كمان من أهل الحديث، خلق القرآن كذا، قالوا ولا هو فقتلوا ذبحوا وعلقوا رأسه مع رأس واحد ثاني اسمه بابك الخرمي. من هذا بابك الخرمي؟ هذا اللي كان بتقريبا بمناطق يعني داغستان أو مناطق كذا، أذربيجان، هذه المناطق تقريبا، كان عامل له مجموعة وخارج على الخلافة 20 سنة مدوخ الخلافة لين ما مسكوه، وهذا كان على أساس كانوا يتهموا بأنه من الإباحية ومن الكذا، حتى يقال أنه لما قتل يعني كان شجاع جدا ما كان يهاب الموت. المهم حطوا رأس هذا أحمد بن نصر الخزاعي عند رأس هذا، عند هذا رأس واحد يعني لا يؤمن بالله ولا بالرسول ولا بكذا، وكانوا كتبوا عليه هذا رأس الكافر أحمد بن نصر الخزاعي. فأنت المشكلة كيف؟ هذا اللي أنت عملته بالحلاج وقلت أنه هذا كافر، هذا الخليفة الثاني إجا غير الموضوع،
صار يعملوا فيه. وبعدين خليفة ثالث إجا بعد هذا أخو هذا الواثق إجا وعمل نفس الشيء، ما قتل طبعا ولكن أرجع هيبة أهل الحديث وكذا إلهم ونبذ طريقة المعتزلة. مين اللي راح يحسم هذا الكلام؟ يعني أنت الآن كيف راح تحسم الآن؟ مين اللي راح يفسر قال الله وقال الرسول يحسم هذه المشاكل الجدلية؟ مع هذا الكلام متى؟ هذا الكلام في القرن الثالث الهجري، يعني في 200 وشوية، عرفت كيف؟ يعني قبل 300، قبل ما نوصل ل 300 هجري، بعد 1400 سنة ما في لا سلطة سياسية، لا مرجعية سياسية ولا مرجعية فقهية ولا مرجعية أي حاجة. تأتي أنت وتريد أن تلزم شخص عايش بإندونيسيا أو بإسبانيا أو بأوروبا أو بالسويد أو بالأمريكا أو بالروسيا تقول لا هذا هو الذي قاله العلماء، وتأتي ويا ريت لو حتى تعرف أنت شو بتقول. يعني الآن أنا لو أنا طبعا كثير من الأوقات بستفز بعض الأخوة والأخوات، يقول طيب أنت الآن تقول هذا القرآن، هل أنت عندك إثبات أنه هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي قرأه محمد النبي محمد؟ لا ما تستطيع. قال لا أجب التواتر. قال وين هذا التواتر؟ قال روح اقرأ بالكتب. قلت أنا قرأت بالكتب ما موجود. كيف راح تثبت؟ قال لا أنت تجادل، أنت ما في، ما هذا الكلام مش موجود. كيف أنت تستطيع أن تأتي وتثبت كل هذا الكلام ثم في النهاية تأتي لي بنص واحد تجعل فهمك أنت هو إلزام لي؟ والآن هنا أستاذ منصور اسمح لي أن ينتقل لنقطة ثانية وهو مهم جدا. نعم. وهو أن احنا عرفنا أنه كثير من الناس المسلمين يفكرون بهذه الطريقة، يعني وهذا هو نظرتهم وتصورهم أنه هذا هو الدين إذن هو هكذا. ولكن في إشكالية ثانية، الإشكالية الثانية عندما أنا أأتي كباحث، أنت كتأتي كباحث ككاتب كمفكر، أنا كمطلع قارئ بسيط أأتي وأريد أن أفهم الإسلام، أنا الآن فهمت على طريقتي. نعم. طيب هل أنا أستطيع أن يأتي وأقول بما أنه أنا فهمت أن الإسلام هيك فأنت بالضرورة تؤمن بهذا الإسلام الذي أنا فهمته؟ مثل ما كثير من التيارات التي مثلا وهنا المشكلة نفس النقطة هي نفس التطرف في الفكرة، هي نفس هو هاي، لأنه أكو إيمان بأنه هنالك طريق صحيح، هي هنا المشكلة. هو آية هو يقول لك لا أنت لست مسلم. هو على فكرة التكفير أحيانا يمارسه الملحد أكثر من المسلم. طبعا يعني يقول أنت لست مسلم. ليش؟ قال لأنك ما تؤمن أنت بهذه الأمور. يا عمي هو أنت بكل عقلك أنت تظن أنه هذه الأمور بما أنك أنت فهمتها كذا وبالضرورة هو الإسلام. ما هو الإسلام ما يقدر لا يقول لك أنت غلط ولا هو غلط، هو مش شخص موجود. يعني لو كان مثلا كنا عايشين قبل 1400 سنة كنا رحنا للنبي محمد قلنا يا رسول الله يعني قل لنا إيش هو الإسلام، إحنا الآن اختلفنا ماذا نفعل؟ ما تستطيع. وهي الطريقة يعني أستاذ منصور يعني يؤدي بنا إلى طريق تطرف معاكس، يعني من اتجاهين، يعني بحيث أنه المسلم يشوف أنه هذا واحد يسب دينه يسب الرسول يسب ما أدري كذا. أنا عن نفسي أقول يعني الأديان الأفكار المناهج هذه ما لها قدسية، القدسية عند البشر، أنت كإنسان أنت مقدس. الفكر التصورات هذه ما لها قدسية، لو عملنا هذا قدسية لو قلنا لا احنا نحترم الأفكار فهذا لازم هذا القول أنك تأتي وتقول لما يجي واحد نازي قل أنا أحترم النازية، لما يجي واحد مجرم يؤمن باختصاب الأطفال ويرى أن هذا الكلام حقيقي عادي أنت تقول أنا أحترم فكرة. ما غلط، احترام الأفكار مش وارد، الاحترام يكون للأشخاص وللبشر بغض النظر عن فكرة. هو كإنسان ككائن حي له قدسيته كإنسان من ناحية أنه ما يعتدى عليه بلفظ جارح بلفظ مهين وكذا، أما التصورات والاعتقاد. ولكن هذا المسلم كيف؟ هذا السؤال أنت الآن تستخدم مفاهيم ومصطلحات هاي لها علاقة بالتنوير الغربي أو حركة التنوير الفكرية الغربية، ما لها علاقة بالإسلام ولا تاريخها ولا
ولا مجتمعاتنا اصلا، بس هو جاي يستخدم الان للترويج. احنا ما وصلنا، احنا ما وصلنا لمرحله الحبو في هذا المشروع. اي بس هو الان مثلا هاي مثل واحد يقول لك مثلا انا البس الحجاب حريتي، فهو كلمه حريه هي اصلا كلمه حديثه يعني ما موجوده الا وجدت قبل 150 سنه. حتى الطهطاوي عندما ترجمها ما ادري سماها تسميه طريفه، يعني كلمه حريه اصلا ما عندها، وكلمه انسان والانسانويه واعتماد على الانسان واعتبار انه الانسان مقدم، هاي كلها اشياء حديثه، بس انا جاي نخلط بيناتها بطريقه انتقائيه، وكلها دائما صب بصالح الفكره، فكره الدين الصحيح. هو الفكره كيف استاذ منصور، انه انت لما تجبر شخص تحط تقولبه احيانا هو يصدق انه هو موجود بهذا القالب. ما هو المسلم اذا انت لما تقول له انت دينك يقول 1 2 3 4 5 وتجبره وتخليه، انت يا اما تؤمن بهذا اما كافر، فهو في النهايه راح يقول لك انا اؤمن بهذا. بس انا عن نفسي اشوف ان المسلم الذي ياتي ويقول انا ما اؤمن بالجزيه، هذه كانت مرحله وخلص، خلاص انا ارضى منه بهذا الكلام. لما واحد مثلا يقول العبوديه انا ما اؤمن بها، كانت مرحله وخلصت، كانت ابن بيئته وابن وقته. انا كدارس ما زال مرتبط بها، لا ما زال الاسلام ما يقدر يتنكر العبودية. لا هو ما يقدر، ولكن انا اتكلم عن احد المسلمين. لما انا التقي بمسلم انا ما يهمني شو عندك انت عندك موجود بالتراث، انا يهمني انت شو تقول، لانه تراثك هذا انت قد تؤمن ببعضه وتكفر ببعض، وقد تكون جاهل باكثره اذا مو كله. يعني الان هذا الكلام اللي احنا نتكلم عن الاسلام وتعريفه كذا، هل تظن انه هذول الناس العجائز الكبار الناس اللي ما مهتمة بهذا المجال اصلا يتعبون انفسهم انهم يبحثوا بهذه الامور؟ انا اشك بهذا الكلام. لا ما له علاقه، ما يدخل بهاي التفاصيل، هو مجرد انه عايش حياته، وهاي قضيه اعتبرها خاصه بالناس المختصين او علماء الدين يسميهم. لا هو يقول لك ذبها براس عالم واطلع منها سالم. ايه بالضبط، ولكن هو اذا يعني قويت الناحيه الانسانيه عنده، هو ما راح يقتنع حتى بكلام هذا العالم. لانه هذا السؤال، كيف تقوي الناحيه الانسانيه؟ الناحية الإنسانية هي عملية وعي، هي عملية ما يعطيك الفرصة، ما الناس قضية نفسها أكيد ما راح. ما تواجه أنت، ما تعمل بمحيط بشو بيسموه ببيئة صحية إيه، ما أنت الأرضية تبعك ما مشكلة. نرجع للنقطة نفسها، وهي النقطة إنه هنالك دين صحيح، وبناء على هاي الفكرة الأساسية تشكل الدول، ومن اللحظة الأولى من يوم السقيفة تشكلت هاي القضية الأساسية، أنه بعد وفاة الرسول بنفس الليلة صارت يوم السقيفة، وقرر أبو بكر أن يحكم بمنطق الملك أو السلطان أو الحاكم الآمر الناهي، لا وجود لأي حرية ولأي حوار، الجميع على الجميع أن ينصتوا ويطيعوا، وانتهى الموضوع ولحد هاي اللحظة. ما هو الآن هذا هو دوره كمفكر كمثقف كباحث. ما عندنا دور، احنا ليش احنا نسوي هذا الحوار الآن؟ اي اكيد انت الآن تستطيع انك تنبش شوية في الماضي وتنبش شوية في الحاضر، وتخاطب الوعي الإنساني اللي حتى وين كان ضئيل، ولكن يبقى الواقع. انا دائما اقول الواقع أكبر من الكلام ومن الأيديولوجيات ومن الأفكار ومن المناهج. الواقع شو يقول؟ أنه عندنا نماذج طبقت الدين بالسنة وشيعة، وعندنا نماذج طبقت حقوق الإنسان. أنت كإنسان وين تريد تعيش بهاي النماذج؟ هذا كلام ما عليه خلاف كبير، كلنا الآن نريد نعيش بأوروبا. ليش؟ لأنه أنت في ظل هذه المعايير الإنسانية أنت حقوقك مصانع، أنت محترم، أنت إنسان، أنت مواطن، أنت تستطيع أن تخالف من الوزير، الملك، الرئيس، الحزب، أي السلطة المسؤول، أنت إلك حق حرية التعبير حتى لو ما كان أحد يسمعك، أنت إلك أنك تعتقد ما تريد. هذه الرفاهية الفكرية وهذه الحرية الشخصية ما يوفره لك المجتمعات المتدينة، بل ما يوفره لك
المجتمعات التي أنت تطالب بها مثل الإخوان المسلمين. هو هذا كلامك. أنا أقول أنه حتى يكون حضارنا مجدي أو يقدم شيء مختلف، هو علينا أن نقول أن نفرق بين التمنيات وبين ما يجب وبين ما هو ممكن. يعني ما يجب مثلا أنه نعيش بطريقة أنه نعترف بالمبادئ الحقوق الإنسان، ونعترف بأنه أو الجميع يقرون بهذه المبادئ ويقرون بأنه لكل إنسان حق الاختيار، وأن يكون الدين هو للجميع وكل إنسان يمارس حق الديني أو حق الإيماني كما لا صح التسمية بطريقته. هنا القضية، كيف ممكن نردم هاي الهوة الهائلة اللي فشلت بها مجتمعاتنا عبر يعني من سنوات يعني زمن الحداثة أو هذا الزمن العصر الحديث، فشلنا في عملية النهوض والخروج من زنزانة التاريخ ومشاكله وخزعبلاته وخرافاته وأساطيره. هنا القضية الكبيرة، إحنا حتى نقدم، قصدي حتى ما نتحدث يعني بخطوة متقدمة نقول لا أكو حقوق إنسان وكذا وخصية، زين ليش إحنا فشلنا بتحقيق هاي القضية؟ كل إحنا نعترف بها وكل إحنا ما نقدر، ما عندنا جواب ضدها. يعني ما لا تجد حتى رجل دين الآن أن يقاوم فكرة أنه كل إنسان حر مثلا، ما ممكن. لكن عندما تجي تشوف خطابه العملي وسلوكه وتصرفه والسلطات أيضا السياسية تتصرف على أساس أنه هناك جماعة وعلى الجميع أن يصاعوا للخطاب العام، الخطاب الديني العام، ولا يحق لأحد مثلا أن يسير في الشارع مفطرا، ولا يحق لأحد أن يعلن إلحادة مثلا أو عدم إيمانه. هاي قضية أوكي، إحنا نعترف بأنه كل واحد حقه، بس عمليا ما موجودة. ولكن أنا أنظر الموضوع من زاوية أخرى، هو أن عملية صناعة الوعي هي عملية تراكمية، وعملية تغيير الواقع هي عملية تحتاج إلى نصاب. بمعنى أنت الآن كم عندك عدد مثقفين لهم تأثير مباشر على أفراد الناس، على أحد الناس، على طبقات واسعة وشرائح واسعة من الناس. أنت هذا الموضوع ممكن نسوي حلقة خاصة به. أنت الآن ما عندك، لم تصل إلى هذه الدرجة. لماذا؟ نصل. لأن التراكمية هذا اللي إحنا عندنا، هي أنت الآن عشان تستطيع أن ترتقي أنت تحتاج إلى أرضيات ممهدة، إلى عوامل موضوعية. لماذا فشلنا؟ هو جاي يقول لا مش لماذا فشلنا في إقامته. لا إحنا الآن أسد دليل هذا الموضوع، أنا من يتابعه إحنا ولو ما سوى الإعلام، بس ما تجد أحد يتابعه لأنه مشغولين بحضرة الدين، كل داخلين بحضرة الدين وعايشين في غيبوبة أكيد. ولكن الآن أنا أختلف، يعني أختلف معك قليلا، لأنه أنا يمكن على الإنترنت من قريب من 20 سنة الآن، وأنا أتابع. يعني كان نهاية الذي مثلا ينتقد الدين الإسلامي في وسائل التواصل الاجتماعي أيام كان في غرف دردشة وبالتوك وما أدري شنو، كان الغرف المسيحية اللي تسب الإسلام وعملوا ردة فعل عليها، غرف إسلامية ترد على المسيحيين وغرف شيعة والسنة، كانت هذه الحوار. الآن ماذا يوجد عندك؟ الآن أستاذنا يوجد مواقع كثيرة، مواقع تنويرية، مواقع عندها جرأة، في ناس مثلا مثل أحمد حرقان وغيره كثير، إيتام نوستيك يعني ناس حتى عايشين جوا البلد يعني، وأشهروا إلحادهم وأعلنوا، صحيح أنهم نماذج قليلة، لكن أنت تتكلم عن ظاهرة كمان. الآن ظاهرة أن كثير من الناس حتى لما بالتعليقات، لما تدخل الفيسبوك، لما تدخل العملية في توسع مستمر. الوعي الآن بسبب إحنا خلال هذا 50 سنة الأخيرة، 60 سنة الأخيرة، من يوم ما شفنا تلفزيون وكذا، إحنا مجبورين على القناة الأولى والثانية. حتى لما إجت فرصة أننا نشوف إعلام
خارجي دولي ما شفنا إلا قنوات هي في نهايتها تدار من العوائل المالكة ومن أناس مرتبطين بالسلطة، السلطات القمعية. ولكن إذا إحنا مثلا شفنا خلال هذا العشر السنوات الأخيرة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الإنستغرام وعلى التويتر وعلى غيرها من البرامج وتليجرام وغيرها، نرى أن هناك حالة وعي في ازدياد وأصوات ترتفع بشكل مستمر. هذه التراك، هذا التلاقح الفكري، هذا التصورات التي بدأت تنتشر بين أحد الناس، بين شرائح واسعة جدا من طبقات متفاوتة. قديما أنت تعرف، يعني أنت أستاذ وتعرف أكيد، في الثمانينات من الذي كان ممكن يتكلم بأمور مثل هذا؟ واحد إلا لازم يكون جامعي. الآن من الذي ممكن يتكلم بأمور مثل هذا؟ هذا الآن أي شاب بسيط يطلع يدوب قرأ له صفحتين هون هون، حتى ما قرأ له كتابين، صار يصير عنده أفكار يقول لا والله ما، ليش واحد ثاني يجي يحكمني؟ أنا اللي موجودة براسي براسي. صحيح عندنا الناحية الثانية همينة، بس الناحية الثانية كانت موجودة من قبل، اللي ما كان موجود هو هذا اللي، والآن هذا الفكر اللي الآن موجود وهذا التنوير اللي موجود، هذا هو أهم نقطة برأيي، أنه مو مرتبط بأيديولوجية. قديما مين اللي كان يتكلم بهذا الكلام؟ فقط التيار الشيوعي، صح ولا لا؟ ما كان الشيوعيين يتكلمون بهذا. مين اللي كان يتكلم بهذا؟ تتكلم عن الحرية يقول لك أنت شيوعي، تتكلم عن المساواة يقول لك شيوعي، لأنه ما يوجد أصلا حدا ثاني، صوت ثاني يرتفع يقول بهذا الكلام. الآن الناس شافت أوروبا، شافت تتواصل مع ناس من جميع أنحاء العالم. أنا أعتقد يعني الصراحة أعتقد أنه وإن كان المشوار لسه طويل، ولكن هناك تغيير، لا تغيير جيد جدا بسبب أن التواصل. يعني صحيح، بس لازم نعترف بأنه المد الرجعي والمد التخلف صار أكبر بكثير من السابق. ليس لعوامل ذاتية. نعم. ليس لعوامل ذاتية. أنا درست هذه الظاهرة. يعني الآن أقوى التيارات المتطرفة إسلاميا سنيا وشيعيا منتشرة وين؟ في المناخات الفقيرة اللي فيها حروب فقط. نعم. الآن مثلا احنا عايشين هنا بأوروبا، مثلا عندك يعني أعداد السنة والشيعة على قدم وساق، بين سنة تسمع عملية هنا هناك، يعني واحد ما عنده شيء أي حاجة بالدنيا، يعني واحد أصلا ما عنده سابقة إجرامية أو واحد عنده مشاكل نفسية أو كذا. بس الأغلبية متدينين. إيه صحيح، هذا هو الفكر. لماذا المتدينين لا يقومون بأعمال أشباههم؟ بغض النظر عن العنف، أنا أقول بأنه فكرة التدين ما زالت موجودة، والتدين بطريقة بها طقوسية، مو بس تدين عادي، بطقوس. يعني وين الغلط هذا؟ وين الغلط؟ خليه يكون موجود بطقوس. الغلط بأنه هو الطقوس تفترض الجماعية. عندما نشوف احنا هنا بأوروبا الطقوس تأخذ صفة الاحتفال المشترك الجميل اللطيف، وكل واحد يتصرف على طبيعته. طالما أنها تعمل قانون الدولة، وين المشكلة؟ لا ما عندي مشكلة، بس أقول لك أنه التوجه إلى الجيتو، يعني دي يصير عندنا نوع من الجيتو في مجتمعاتنا، يعني مجتمعات المسلمين في أوروبا. فما يعني ما عادت الأمور مفتوحة مثل السابق، تجد أنه الحجاب منتشر بشدة وبطريقة بها نوع من التعصب، وأيضا الممارسات الدينية المشتركة بها تعصب، هنالك التحفظ. هاي كلها مسائل علاقة بأنه هنالك نوع من التحكم والسيطرة الدينية الشديدة، مو تباطن هؤلاء صاروا هكذا. يعني هنالك قوة يبدو توجه وتحرك وبروباغاندا، تسوي بروباغاندا خاصة للتوجيه والإرشاد والسيطرة على هذه المجاميع. تركيا الآن تدعم، قطر تدعم من 20-25 سنة، مو اليوم البارحة. هذا صحيح، مو حدثت صدفة أو بطريقة اعتباطية، لا بها مصالح وفلوس وبزنس واتفاقات، ويعني قضية معقدة. أما أختلف معك الآن، لو حتى لو جينا للناحية القطرية التركية مثلا، وهذا هو التيار اللي بين قوسين الإسلامي
الليبرالي لو الإسلام الكيوت أو الإسلام اللي يسمي اللي مثل ما تريد الإسلام الإخواني. هذا التيار احنا يعني لازم نعرف انه في جميع المجتمعات المتدينة تكون ينقسم الناس الى ثلاث تيارات. قسم إصلاحيين الى ابعد ما يكون، يعني بحيث وهو هؤلاء الذين يعني يمهدون للعلمانية بشكل كبير جدا، وقسم متطرفين وهؤلاء الذين دائما صداميين. وحتى في أوروبا مثلا عندهم هذه التيارات، بعض التيارات اليمينية يعني خطاب تمييز عنصري، خطاب مليء بالحقد والكراهية بغض النظر عن الأسباب. وتيار معتدل يؤمن بالتعايش، يؤمن ويلعب لعبة شو بيسموها، لعبة تحريك الورقات على الساحة، على المشهد، على الشرائح البشرية، مين يقدر يسيطر. الآن جميع الأحزاب مثلا الأحزاب الأوروبية بالتيارات السبعة والثمانية تعمل نفس الشيء، تقترب من الجالية الإسلامية عند الانتخابات وتشوف أنه أي، لأن الجالية الإسلامية كمان أصبحت ورقة، أصبحت أصوات في الهدور، في أصبحت رقم في هذه الانتخاب. هذه إشكالية ما عندي إشكالية، ولكن أنها تلعب في دائرة التعايش، في دائرة الـ القدرة على أننا كلنا نعيش مع بعض بدون ما نقتل بعض، بدون ما تفلت الأمور. هذه اللعبة مع الأسف الشديد أحيانا تنفلت حتى من التيارات الأوروبية سواء إسلاميا أو مسيحيا. واحنا كلنا التجربة الديمقراطية حتى في أوروبا هي تجربة حديثة، يعني احنا ما نستطيع ان نقول ان هذا هو نهاية ما وصلنا اليه. لا فعلا التجربة الديمقراطية حتى لحد ما صار 40-50 سنة بأوروبا، يعني بالضبط، يعني احنا قبل العالمية الثانية لساتنا احنا نعاني من وسط أوروبا خرجت النازية وحكمت الدولة، يعني قلب أوروبا بألمانيا، يعني فاحنا ماذا نتكلم. نعم، ولكن يعني هذه مشكلة كبيرة. هو الموضوع أن مثلاً أنت واحدة من القضايا اللي طرحتها بال يعني المواضيع اللي أثرتها مثلاً تقول عن حدود الإسلام، فأنا أقول بأنه لا يمكن أن نجد حدود لأي معتقد ولأي فكرة، الحدود دائماً مفتوحة، هذا على مستوى كلمة الحدود، على اتساع الفكرة وإمكانيات تطبيقها وتنفيذها أو الإيمان بها. وأنا أقول الإسلام ما بمعنى، يعني اللي ما من لا حدود له لا معنى له. نعم. يعني فالإسلام بلا معنى، وهذا السر بقاء بالمناسبة، لأنه هو مجرد يعطيك غطاء أو سقف مفتوح واسم الله واحد وكذا وكذا وخطاب مفتوح إلى ما لا نهاية، هنا تحول من دين إلى سياسة وأيديولوجيا تعتمدها الدولة وتهيمن بها على المجتمعات، والجميع ما يعرفون شو القضية، مجرد يعني تحولون إلى قطعان تسير خلف ولي الأمر، وما عليهم إلا أن يتبعوا كلام الجميع. وهذا طبعا بالمناسبة للجموع المتخلف هذا شيء مريح جدا، يعني كان ما أفكر في أمشي وراء البقية وانتهى الموضوع، ما أحتاج أتعب روحي يعني. ولكن رغم هذا ما بتشوف أنه الناس يعني صارت تتجاوز هذا الكلام في بعض المناطق مثل تونس على الأقل؟ صحيح، بس تونس لها وضعيتها الخاصة، يعني هي أتى تاريخ نصف قرن من أبو رقيبة، ما قصر بالجانب التربوي والتعليمي، تجربة ممتازة ومتقدمة على الجميع تونس. لكن المشكلة الآن تباوى أنه أكبر نسبة من الدواعش أتوا من تونس، هذا يثير تساؤل خطير جدا. التساؤل وين؟ أنه تباوى أنه عندما تنظر للشارع العربي أو الإسلامي تنظر إلى هذا الشارع، ماذا تجد في هذا الشارع؟ تجد ما لا يقل عن جامع أو جامعين، أو على المستويات الشيعية تلقى حسينية وجامع. فهذا كل 100-200 متر ما هو سبب وجود هذه الجوامع؟
لماذا؟ هذه أشبه ب يعني مراصد، مراصد للمراقبة وللتحكم وللسلطة، وهي أدوات تمارسها السلطات الحاكمة وكرتباطات فيما بينهم. وهذه المراكز أو المراصد أو الفرق الحزبية على قولت يعني أيام البعثية نذكرها يعني، يعني ما يختلف دورها عن دور الفرق الحزبية. أو من جهة هم يسوون توجيه عقائدي، ومن جهة أخرى يسوون مراقبة عقائدية للمختلفين والمعارضين والمناهضين. وهذه الجوامع والمراكز دائما تشوفهم يعترضون على أي نشاط، يعني أي نشاط، أي نشاط إلى علاقة بالواقع ولا علاقة بالعلاقة بالعلوم الحديثة وبالثقافة وبالفنون وبالموسيقى، يعني هاي الأشياء الحديثة لها علاقة بالحريات الشخصية، دائما يقاوموها ويحاربوها بشراسة منقطعة النظر، يعني بشراسة وبطريقة بها عنف وحتى سفالة صراحة. ولكن ما بتشوف انه الان تاثير التكنولوجيا مثل ما قال احدهم في الاتجاه المعاكس اصبح اكثر من تاثير الامام الجامع وتاثير الاب والام والعائله والمجتمع، بمعنى تاثير هذا اللي مثلا يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها، يعني تاثير هذه البرامج التي اصبح اصوات الناس تصل لبعض بكل سهوله. الواحد الان ما يحتاج انه يروح يطلع للشارع ويقرأ مناشير عشان يعرف أفكار غيره، وإنما هو الآن جالس ببيته ويستطيع يستمع لمثل هذه الندوات أو مثل هذه الحوارات، ويوجد منها الكثير الكثير الآن في اليوتيوب. إيه صحيح، بس هذا ما يعني بالعكس أكو تأثر، مثلا هاي الحملة مثلا إحنا من الناس اللي نعتبر نفسنا متحررين من سلطة الإمام أو الدين الرسمي أو الدين الشائع، وكثيرين بكل دولة، بس هذا ما زلنا أقلية. يعني تتبقى أنه شخص يعني أسماء جيدة ومفكرين جيدين في قنوات العربية التنويريين يعتبرون المستنويريين، عدد متابعين قليل، يعني 20-30 ألف لا شيء مقارنة بشخص مثل هذا الشخص الأزهري شو اسمه رشدي، عبد الله رشدي، يعني هذا يكتب كلمتين تطلع له 200-300 ألف لايك. فهذا يدل على شو؟ لازم نقرأ المشهد، يدل على أنه هناك هيمنة، ويعني أكو سلطة، سلطة حقيقية من رجال الدين، وتحالف بين الكهنة وبين مع الدولة مع السياسة، وهذا أهلاء مهيمنين على الثروة على كل منافذ الثروة والسلطة، وبحيث أنه الجميع يتبعون أوامرهم. وبالإضافة لهذا ماذا يفعلون من جانب آخر؟ يحجبون البنات الصغيرات مثلا، يستلمون الأطفال الصغار من 5 سنين 6 سنين، ومن الطفل من أول لحظة يوشوشون بذنه. فهذا أنت عندما تتربيه 10-15 سنة الآن يصير مراهق وينضج، هذا بعد انتهى الموضوع، صار هو يعني حمار ديني كما أسميها، يعني ها حمار ديني، يعني ما تحط عليه إلا ما ندر يطلع اللي كلش داخله أكو جينات يعني يونيك، يعني أو بها فردانية عالية، هذا بالواحد بالنصف مليون أو 2 بالمليون يطلعون أقوياء ويطلعون من هذا الجو الخانق. فمو سهلة، يعني هذا الآن بلدان عبارة عن معتقلات دينية بصراحة، يعني بمعنى الكلمة معتقلات دينية. صحيح أنه تشوف الإعلام يتحرك ووسائل الاتصال متوفرة والمعلومة مفتوحة، لكنه أنت صحيح تقول للشخص أنت مصاب بالسرطان، لكن هو يقول لك أنا ما أشعر بشيء، ما عنده مشكلة، شو يسوي له؟ بس التأثير مثل ما يخفى عليك أستاذنا، التأثير لا يأتي بين يوم وليلة، وإنما التأثير يأتي من خلال عملية تكرار ومداومة وقوة ما أريد أقول الأدلة والبراهين، ولكن أقول واقعية الكلام وملامسته لحياة هؤلاء الناس. يعني مثلا أعطيك مثال، مثلا قديما مثلا
من أكثر المشاهد التي كانت يعني ترعبني لما أشوف مثلا واحد يقطعون إيده مثلا. طب أنا كيف أقدر، كيف أستطيع أتبنى هذا النهج أنه واحد راح يعيش حياته كلها معاق، هذا واحد تقطع رجله وتقطع إيده بغض النظر عن هذا كيف يعني، أحاول أن يضع نفسي في هذا الموضع، كيف أنا أقدر أعمل هذا الشيء؟ نفس الكلام إذا لما يكون الكلام مع هؤلاء الناس، لما يوميا راح يشوفون مثل هذه المشاهد، مثل هذه مثل هذا الكلام، لما أنت تأتي وتواجه بما يوجد من الجانب الأسود من هذه اللي موجود عند كثير من الأديان، هذا الجانب الظلامي، الجانب القاسي، الجانب العنف، الجانب اللي ما يسمح لك حتى ترفع رأسك قدام بين قوسين ولاة الأمر سواء كانوا علماء أو أمراء، عايش أنت تابع خاضع ذليل. أي شخص بس يأخذ راحة ويعيش في جو هادئ ما راح نفسيته ما راح تتقبل مثل هذا الكلام. لا طبعا كلامك أنا أعترف به، بس هو المشكلة وين؟ القضية أنه إحنا ماكو يعني، أنت صحيح هذا أنه كل شيء متوفر وأنا معلومة أسأل من الناس، ابني مثلا يصوم ويصلي حل. فأنا ما مقتنع، معقولة يا أخي شنو ترى؟ بس لماذا؟ لأنه ما جاي يجد منفذ أو بديل لما هو موجود. هنا المشكلة الخطيرة، احنا علينا أن ننتبه لسر وين اللبوقة بالعراق يعني. وين الفولة وين الفولة؟ أنه أنت أوكي، أنت مطلع على العالم ومتصل وتابع كل المعلومات وتشوف أكو شكوك بالله وشكو شكوك أكو ملحدين وأكو ولا توجد أدلة على وجود دي إله ما أوكي، هاي كلها على جنب، أنت متدين وفي مجتمع متدين، هذا المجتمع يوفر لك كل الإمكانات لأن تعيش بطريقة ممتازة إذا كنت متدين، فماذا تفعل؟ نكون متدين. إذن يعني إذن أنت، والقضية الأعقد من هذا، أنت حتى تعمل تحصل على عمل، تحصل على فرصة اجتماعية، تتزوج، تتعرف على ناس، تمارس حياتك بشكل يعني مو طبيعي، بشكل ديني، ماكو خيار آخر، ما عندك خيار آخر، أنت صحيح دماغك أو رأسك أو فكرك، وصحيح هناك سلطة يعني أكو وسائل إعلام، أكو ميديا توصلك وتعرفها، بس ما عندك خيار، شو تسوي؟ أمامك خيارين، إما أن تتمرد أو ثلاث خيارات، إما أن تتمرد وهذا معناته يعني أفردتك كإفراد البعير يعني يفردوك طلعوك، إما قتلا أو نفيا أو تكفيرا، أكو مليون طريقة عندهم، وأما أن تصمت وتبلعها وتسكت وتبدأ تعاني من مشاكل مع أولادك مع أقاربك، يعني مو بس مع، لأنه الضغط الكبير من قبل المجتمع الديني أو السلطة الدينية، يعني المشكلة مو إحنا، مشكلتها مو سلطة سياسية، بدليل أنه سقطت دول كثيرة بالربيع العربي ما انحلت المشكلة. أكيد. يعني قضية مو بالسلطة، قضية أنه بتغيير أسس اللي تقوم عليها المجتمعات، هذه الأسس من يقوم بتغييرها؟ يقوم بها النخبة الحاكمة والنخبة الدينية الحاكمة، هؤلاء عاجبهم الموضوع، قال ليش أغير؟ أنا مرتاح ودا أكسب مليارات ومسيطر وعندي ثروة وسلطة، ليش أتعب نفسي وأخلق مشاكل وصداع راسه بالنفس بدون معنى؟ هنا المعضلة الكبيرة. ما أختلف معك أنها معضلة كبيرة، وما أختلف معك أبدا بأنه التوصيف الذي قدمته هو هكذا، ولكن هناك جانب ثاني كمان من المشهد، وهو إحنا الآن التكنولوجيا اللي موجودة، أنا فاهم أنت الآن تقول أنه الناس ما تجي هي هذا هو حياته، أنا فاهم في بلد مثل العراق مثلا، إذا الواحد عايش بنجف وبكربلة وبالناصرية
بالبصرة وبكذا هو وابن بيئته هو حتى لو كانت عنده أفكار تنويرية صعب عليه إنه يطلع من هذه البوتقة حتى لو ما كان يؤمن بأي شيء يصعب عليه حتى يواجه يمكن زوجته بهذه الأفكار تخاف تقول له أنت خلاص أنت ما تحلي هذا الكلام مفهوم ولكن هناك مشهد يعني أقوى من هذا كله وهو أنه الآن هذه الأفكار هذه التصورات هي الآن عاملة مثل كرة الثلج هي جالسة تنزل وتكبر وتدحرج وتكبر وهذا يحتاج يأخذ وقت الطبيعي زمن الطبيعي فرصه الطبيعية قطعا أنا الآن مثلا بلد مثل العراق ما عندي أبدا قناعة حتى الآن لو شالوا جميع الميليشيات وجابوا حكومة تكنوقراط ما راح يصير تغيير ليش؟ لأنه الشعب الوعي يعني باحتكامل احترامي لكل العراقيين طبعا وخاصة المثقفين ولكن الغالبية من الشعب الوعي عنده لسه ما قادر يتحرر من العبودية هذا يصير مثل العبد اللي لما سيده حرره صار يبكي يبوه سيده يقول لا تحررني خليني خادم وعبد عندك ليش؟ لأنه هو يخاف يطلع من هذا مثل ما تقول حضرتك من القطيع يخاف يتوه فكريا يتوه نفسيا يتوه كل هذا الكلام ولكن هذا مش نهاية المشهد لأنه الأجيال لما تجي هذا الجيل الألفينات مثلا اللي طالع حتى اللي يصلي منهم حتى اللي يصوم منهم حتى اللي كذا مختلف تماما عن جيل التسعينات جيل التسعينات مختلف عن جيل الثمانينات والسبعينات والسبعينات مختلف عن الستينات والخمسين هذه أجيال يعني توصل وتنضج أكثر وأكثر أنا الآن مثلا أتذكر قديما مثلا إحنا يعني أنا مواليد الثمانين يعني قديما قبل 25 سنة كان حياتي كله يدور عن عبارة عن مجموعة كتب أقراها هذا هو الحياة بالنسبة لي الآن لما أشوف الآن مثلاً الشباب الآن نادراً ما تجد شاب يقرأ ليش؟ لأنه هو عنده ما يستطيع يجلس يقرأ 10 دقائق على بعض هذه الجلدة اللي إحنا كانت عندنا لما كنا نجلس نقرأ نجيب كتاب من 400 صفحة نقرأها بيومين هذه الجلدة مش موجودة عند هذا الجيل الجديد ليش؟ لأنه المعلومات اللي احنا كنا نحصلها بهذا الكتاب خلال يومين هو يحصلها بخمس دقائق بالويكيبيديا بأي موقع ثاني بأي منتدى ثاني هذا خيارات مختلفة صحيح خيارات مختلفة جدا النظرة الأفلام الطرح الآن مثلا هناك وين كان في أفلام كثيرة يعني هابطة ومسلسلات كثيرة هابطة ولكن حتى الواحد صار يشوف نظرة الأفلام والطرح صار يختلف يعني الأغاني صارت تختلف الثقافة صارت تختلف هذا الجيل اللي جاي بغض النظر إذا هو جيل جيد وسيء ولكن أجزم بأنه جيل مش متدين يعني قطعا ما مستحيل يكون متدين الغالبية السائقة ما يمكن يكون متدين لأنه ما هذا الجيل اللي يتربى على الفيسبوك وعلى الماسنجر وعلى الواتساب وعلى الإنستغرام وعلى التويتر وعلى اليوتيوب لا يمكن أن يكون متدين كل الأمور اللي يشوفها يومياً كل هاي المشاهد كل ما يمكن يخلق جواه شخصية مثلاً مثل ما كنا أنا ما أدري حضرتك من يكون بحياتك ما كنت متدين مثلاً ولكن يروح يصلي لوحده ساعة 3 بالليل يصلي يبكي حباً بالجنة وخوفاً من النار ما يمكن هذا الكلام صعب جداً السؤال هو ما هو تعريف المتدين نال قضية التدين هو أن تمارس الدين نعم أن تأخذ الدين كقالب وتحاول أن تتدين أنا كان فقط قصدي الناحية هذا اللي بيسموه الالتزام أنك يعني تلتزم بالشعائر وبالطقوس وبالهذه الأمور بشكل مستمر هذا مشكلة احنا لابد أن نفهم الموضوع بطريقة شوية يعني صحيح كلامك دقيق وصحيح بالفعل لكن أنا أنظر الموضوع كما قلت لك من الخارج نعم يعني أنا أعتبر مثل زائر على فالدين هذا الناس ما عندهم مشكلة ماذا يريد الإنسان البسيط
يريد أن يجد يقولون له ما هو الصحيح ما هو الخطأ، وأن يقول هذا الطريق غلط وهذا صحيح وهذا ممكن وهذا غير ممكن، ويعطونا هاي المفاتيح الأساسية اللي تعينه بالحياة وبالحركة وبالفعل وبالعمل، وانتهى الموضوع بالنسبة، ما يطلب أكثر من هذا. فيجي رجل الدين أو رجل السلطة يقدموا له هاي الخدمات ويقودونه كما تقاد الشياه والأنعام والغنم والحلال يعني بالعربي. فهذا خلاص بالنسبة لهذا السبب القضية ما لها علاقة، يعني مو متصوف هذا راح يصير، يعني غالبية الناس هم ناس كل واحد على مصلحته وبشغله، ويقول لك انه انا يعني اعطيني افكار اساسية امشي عليها وانتهى الموضوع وامارس حياتي الاخرى بطريقتي واتبع تعاليمك كما انت. اي هاي باختصار الموضوع. اوكي يوتيوب واسمع اخبار وافكار وهاي احنا نفهمها. انا كنت اظن يعني كنت غلطان، كنت اتصور الناس كلها تفكر مثلي، بس ما حد يطلع يفكر مثلنا ترى انا وانت يعني انا اشك بانه لانه انا تصوري انه هناك شرائح واسعه تفكر قريب جدا مما نفكر فيه احنا. أنا صحيح واسعة، بس دول قليلين يعني بالنسبة للتيار العام، يعني ما يطلعون 5% مثلا أو 10%. إذا احنا وصلنا ل 5% أنا أعتبره إنجاز كبير. طبعا هو من يعني المتطرفين دينيا هم يطلعون 5%. إيه أكيد أكيد. بس مهيمنين على السماء والطارق يعني. إيه؟ إي لا، القضية وين الآن الأساسية اللي تفوتنا دائما بالتفكير؟ انت صحيح تقول هناك تأثير كبير للقنوات التواصل والشباب وعلاقتهم، وهؤلاء متدينين بطريقة ما، يعني أنا ما أعتبر أن هؤلاء متدينين كما قلت واتفقوا لك بأنهم ما متدينين بطريقة حقيقية، مجرد هم يتبعون زي الناس يعني. لكن حتى تعطي فرصة لهؤلاء حتى يتطورون علينا أن يعني نعيد قراءة المشهد الغربي، كيف تخلصوا من الدين ومن حبائل الدين أو عقائد الدين المسيحية خاصة، وهي متشابهة الأفكار نفسها، كيف طلعوا من هذا الجو؟ ما طلعوا بطريقة يعني بطريقة المعلومات والتنوير وما إلى ذلك. هذا الشائع يعني أنه أكو فلاسفة التنوير وهؤلاء طلعوا وهؤلاء هم الذين قالوا حملات تنوير وقاوموا وقاليلو وقصص معروفة أكيد تعرفها، وصارت بعد ذلك حملة يعني نهضت أوروبا وسوت فصل الدين عن الدولة وتطورت ووصلت إلى ما هي عليه الآن. لا، القضية ما كانت هيك. أنا برأيي ما كانت العملية التنوير الأوروبي وبعد يعني فلسفة الأنوار وبعد ذلك يعني الحداثة وما بعد الحداثة، هاي كلها ما صارت اعتباطا، صارت بسبب تغييرات على طريقة ماركس. يعني يقول لك أكو تغييرات بالبنية التحتية، البنية التحتية تغيرت، صارت اكتشافات العالم الجديد، اكتشفوا طلعوا من إسبانيا ومن إيطاليا ومن إنجلترا حملات، وفرنسا حملات اكتشاف العالم الجديد، شافوا أمريكا الجنوبية والشمالية، وصلوا لأستراليا اكتشفوا أستراليا، اكتشفوا القطب الجنوبي والشمالي. يعني هذه كلها سوت حملة، يعني سوت تغيرت يعني نظام العلاقات الاجتماعية تغير تماما. احنا ما عندنا هذا الشيء، احنا ما زلنا مجتمعات تعيش على طريقة الرعي أو الطريقة الريعية، ما زلنا موظفين شبع عاطلين لا نقدم عمل، مجتمعاتنا مجتمعات يعني ما عندها أي مساهمة بالحضارة ولا بالواقع المعاصر، إنه ما عندنا أي مساهمة، لا نصنع شيئا، لا نفعل شيئا، لا نبتكر شيئا، لا عندما نجلس مع العالم فيقول لنا ماذا قدمتم للعالم. الياباني ممكن يقول شيء،
الأمريكي يمكن يقول ألف شيء، اليهودي يم يقول ألف شيء، يقول أنا قدمش كذا وكذا، إحنا شو نقول يعني؟ ما عندنا. هذا السؤال هو اللي يخلينا نطلع، لأنه ما عندنا جواب راح نبقى مثل ما إحنا. ولكن إحنا الآن هم يعني لا تنسى إنه إحنا الآن إحنا نعيش مرحلة ما بعد الحضيض، يعني إحنا الآن مثلاً هو الآن يعني هو المشكلة إحنا الآن لما نأخذ المشهد الحالي بدون ما نربطه بالسياق التاريخي مات، يعني لأنه الآن مثلاً مثل ما يخفى عليك في الوقت اللي أوروبا كانت تنهض إحنا شو صار كان يصير فينا؟ إحنا كان يحكمنا شوية متخلفين من العثمانيين، ناس في غاية الغباء، في غاية التخلف، مش التخلف فقط من الناحية العلمية، حتى من الناحية الدينية، يعني يعتبرون من أكثر فرق الإسلامية تخلفاً، يعني الأذول اللي كانوا البكتاشية اللي كانت عليها الدولة العثمانية والخلافة العثمانية. لا شنو عثمانية؟ 400 سنة حكمتنا على طريقة عجيبة غريبة، ما هم شنو هم؟ ما تعرف شنو؟ لا ما هو فقط دولة عسكرية، يعني ما حتى لما أرادوا إنه يعملوا لهم خلفية دينية جابوا أسوأ الفرق الدينية غاية في الانحطاط والتخلف، يعني لا حصلوا لا دولة الموحدين ولا دولة الفاطميين ولا دولة العباسية القديمة ولا حتى دولة المماليك كانت يعني أرقى منهم، يعني في كثير من الجوانب الدولة العثمانية كانت جدا دولة متخلفة، وحتى هاي الدولة العثمانية المتخلفة الوقت اللي أوروبا كانت تنهض فيها هي كانت تعيش أيامها الأخيرة، يعني كانت يعني عايشة سريعة ميت كلينيكيا، يعني هو بس ينتظر ساعة الحسم، ولذلك سقوط الدولة العثمانية كان أجب بقرار من واحد مثل أتاتورك، يعني لا يشد ولا يربط ولا له أي قيمة حتى عملوا هذا الرمز العظيم. حتى هذا اللي احنا لما أردنا، يعني الآن الدول العربية اللي تكونت بعد الدولة العثمانية هي أصلا يعني هي مخلفات هذا الحضيض اللي كان موجود، يعني احنا الآن مثلا دولتنا بالعراق، هذا العراق العظيم اللي الناس تفتخر به، دولة عمرها 100 سنة أستاذ منصور، هذا العراق اللي احنا اللي الناس جالسة تفتخر به دولة عمرها 100 سنة، هذا العراق الحالي الآن دولة سايكس بيكو هذا ملوش أي، هذا العراق اللي احنا الآن اقرأ هذه التاريخ من طول وعرضه ومن شمال الجنوب ومن شرق الغرب، هذا العراق اللي احنا نتكلم عنه الآن مش موجود في أي كتاب تاريخ قبل 1920. سوريا نفس الشيء، الأردن أردن هذه أصلا ما كانت شيء، يعني بحياته ما كان لها، عملوا منها دولة بديلة للفلسطينيين، يعني قالوا يلا نجيب شوية من السعودية شوية من ما أدري وين نعمل لهم دولة، يعني شوية هناك عرفت شلون؟ فإحنا هذه الدول اللي عندنا هي دول تعيش مرحلة يعني تعرف هذا اللي يقول لك سقوط الملائكة، إحنا ما كان عندنا ملائكة، عندنا واحد متخلف اسمه السلطان عبد الحميد يحكمنا، ثم إجا صاحبنا أبو العريف أراد يعمل عليه انقلاب، شو كان اسمه شريف حسين، يعمل يعني في غاية السذاجة وفي غاية الغباء، اجا اولاده واحد حطوه على الاردن والثاني على العراق، قالوا يلا نعطيكم دول وعيشوا، واجا صاحبنا عبد العزيز قال انت تمام انت ضربت الشريف حسين نعطيك هذه المناطق وتعمل فيها الدولة السعودية، عرفت كيف؟ هذه الدول وهذه دول الخليج اصلا هي كلها دول الانتداب البريطاني، يعني ما لها اي قيمه، هي مش موجوده اصلا، هي كل الدول من مخلفات الاحتلال، احنا كل الدول اللي عندنا يعني مين اللي تحرر بالانقلاب على الدستور البريطاني مثلا والفرنسي، سوريا عندنا وعندنا العراق وعندنا مصر، مين عندنا الدول العظيمه الثانيه؟ كلها دول يعني، وهذه الناس اللي اجوا يعني حكموا هذه البلدان وعملوا انقلابات هم اصلا من مخلفات العسكر المتخلف اللي كان في يوم من الايام تابع يا اما للانجليز او تابع للدوله العثمانيه، يعني هي نفس المخلفه، هي نفس يعني احنا عندنا ارتباط يعني جدا سيء بجذورنا، يعني احنا هذا اللي احنا عايشينه هو مرتبط يعني بتاريخ اسود، تاريخنا لذلك احنا عايشين بالكاد نعيش مرحله ما بعد الحضيض،
وحتى هذا ما استطعنا. يعني مثلا الإمارات أو الكويت أو قطر أو البحرين أو هذه الدول استطاعت أنها بسبب ما عندها حروب ما عندها إشكالية وقررت من الأول أنها تسلم الأخضر واليابس للإنجليز ومن بعدها الأمريكان، استطاعوا أن يعيشوا حياتهم. إحنا ما عندهم شيء يخسرونه هم أصلا، إيه لأنه هم أصلا هذول اللي عملوهم يعني، وما هو الناس جايين بالبدو. لا لا هو يعترف يقول لك أنا ما عندي تراث ولا عندي تاريخ عريق، ومثلنا يعني إحنا بلوتنا وتراثنا وتاريخنا العريق. وهذه كمان ما عندي خلاص أنا خلنا نسلم هذول ونتنمو. إيه هذه إشكالية كمان. إحنا الآن مفتخرين ببلد عمره مثلاً نقول إحنا عمرنا 5000 سنة 6000 سنة 8000 سنة. طب يا عمي أنت تفتخر بماذا؟ أصلاً هذه الدول اللي أنت تفتخر فيها كلها إجت على أنقاض دول ثانية وعلى أنقاض شعوب وعلى أنقاض كذا. ثم حتى هذا يعني حتى لو كانت دول عظيمة ودول جبارة ودول تحترم، أنت إيش سويت؟ إحنا ما سوينا شيء. ليش؟ لأنه إحنا أصلاً ما كنا. أستاذ منصور حتى لا أطيل عليك، هذه الدولة إحنا اللي عايشينها دولة العراق وحتى مصر همينة هي تعتبر يعني خرجت من ثغر الأسد إلى هكذا وقعت ولسه ما قامت من الأرض، ما قامت من الوحل، ما نهضت، ما عارف، الكل جالس يدوس فيها. المصر يعني مصر الآن تعتبر أقوى دولة عربية تقريبا. جمال عبد الناصر إجا كمل عليها، السادات، حسني مبارك، من حسني مبارك كان في دولة، الآن إجا السيسي، نفس المنظومة العسكرية اللي بتحكم، نفس العقلية، نفس وهذه المنظومة العسكرية هي مرتبطة يعني وجدانيا بطريقة أو بأخرى بمنظومة محمد علي باشا. منظومتنا العسكرية في العراق نفس الكلام بالمنظومة العسكرية الملكية والعثمانية العسكرية العثمانية، نفس الطريقة، مع طبعا نكهة إنجليزية ونكهة فرنساوية حسب الدولة، مثلا سوريا والعراق وكذا. حتى لما إجا هذول البعثيين وأرادوا يعملوا نفس الكلام، التيارات القومية كانت تموت بأوروبا، هذول يدوب صار عندهم فكر يعملوا تيار قومي ويوحدوا يعني الناس عايشين في ذيل التاريخ والجغرافيا. ففي بيئة مثل هذا في تصوري المتواضع طبعا صعب انك تطلع تعمل تنوير قوي، تعمل تأثير قوي. فكيف اذا ربط العامل الأكبر في إشكالية هذه الأمور هي الصراع الطائفي اللي موجود على الأرض، صراع السنة والشيعة، صراع والصراع القبلي. احنا عندنا إشكالية ثانية وهي إشكالية تحالفات القبائل. يعني احنا الآن هذا قد ما أدري الآن الوضع كيف بالضبط بالعراق، ولكن هذا مثلا كلام وصل لمرحلة قاتلة في اليمن في مرحلة من المراحل. بل عبد العزيز بن سعود هو أصلا بنى دولته على أنقاض قبائل ثانية. يعني لما ضرب آل شمر وضرب بشال شمر، شو كان اسمه اللي كانوا يحكمون آل رشيد هذولا، شريف حسين، لا مش شريف حسين، شريف حسين كانوا أشراف كانوا بمكة، ولكن اللي كانوا بنجد هذولا اللي كانوا آل رشيد اللي انقلب عليهم الدرعية، جماعة الدرعية، هذا عبد العزيز لما كان أخته زوجته فانقلب على الرجال، جاء أخته سربته للمخدع وقتله، وبعدين والناس قالوا هذه مشكلة عائلية وحليناها. فالناس وبعدين لما انقلب على هذول اللي صنعهم، هذول الناس اللي كانوا يسموهم إخواننا طاع الله، المهم قصة طويلة، القبلية والطائفية ما خرجت مننا. إجا صدام حسين ما إجا الاحتلال الأمريكي ما تحسن أي شيء. الآن أنت لما فككت الجيش العراقي ولما جبت يعني كل من هب ودب وتحالفت مع إيران على أساس تسيطر على التيار المقاومة السني مثلا، نفس الكلام. والتيار المقاومة السني اللي شوية كان يغذى من سوريا وشوية من السعودية بتياريه، يعني تيار محمد بن مو محمد شو كان اسمه نايف سلمان بن عبد العزيز ونايف بن عبد العزيز، حشو. إذا أنت تتكلم عن إشكاليات كبيرة، إحنا ما تخرجنا من هذا. وإذا هذا هو الواقع،
وهذا هو المشهد. هو السؤال كيف نخرج؟ السؤال لماذا لم نخرج؟ لم نخرج لأننا لسنا عايشين الطور، يعني عايشين الدورة مالتنا. أكيد ما راح نخرج خلال هذا العقد أو العقدين اللي جايين، هذا تصوري الشخصي، يعني هذا شبه مؤكد. ولكن إذا لأنه هاي القوة الحاكمة برأيي، ولماذا؟ والسؤال لماذا؟ لأنه أتت فرص كثيرة لأن تتيح لنا الخروج من هذا الخانق الضيق أو الخانق القاتل أو التاريخ المرعب أو تاريخ القدر فكرا وثقافة وأحداثا. هذا التاريخ القدر هو دمر حياتنا ودمر كل شيء، لكن أجت فرص كثيرة، مثلا أجت فرصة حتى الاستعمار الإنجليزي والفرنسي كان فرصة، صحيح هو أدى وآذى الناس وقدم يعني بحث عن مصالح، لكن قدم شيء، قدم شيء مفيد، فتح عيون الناس على حضارة، على تطور، خاصة بالعراق يعني وفي مصر والدول الأخرى، صحيح هو لكن وأجل الاحتلال الأمريكي أيضا صحيح هو دور مصالحه، صحيح يعني نشر الطائفية أو شجع عليه، لكن العلة بينا، العلة بينا إحنا، لأنه ما نريد نطور، إحنا باقين بنفس الله، يعني على قولة أدونيس عنده كلمة حلوة يقول إحنا بحيرة جفت ها وداخلها أسماك تأكل بعضها بعضا. أي والله كلام غير جافة منتهي. ولكن أستاذنا أستاذ منصور، هناك في لما الواحد مثلا نتكلم عن الاستخدام أو الاستغلال الفرص، أنا دائما أقول إنه الفرص شو هي أستاذنا؟ أنت إيش اللي خليك تستغل الفرصة أو لا؟ هو شغلتين، الوعي والإمكانيات. أنت قد يكون عندك وعي ولكن ما عندك إمكانيات، وقد يكون عندك إمكانيات ولكن ما يكون عندك وعي. إحنا الشعب العراقي أنا أعتقد أنه كان فيه إمكانيات ولكن ما كان فيه وعي، فما له ما له قيمة أنه حتى لو تعاد الفرصة 20 مرة. لا ما بيجي ما، لأنه الوعي ما وصل لدرجة أنها تستطيع أن تقرأ المشهد وتصل لشرائح واسعة بحيث أنها تتجمع وتؤسس وتتبلور في كتلة سياسية فعالة مؤثرة على المشهد. ما يحصل هذا الكلام، ما حصل هذا الكلام ولا حتى قريبا، مو شيء سهل، ما راح يصير هذا الكلام قريب، لأنه ما الوعي إيه، لأن احنا نرجع، لابد أن نرجع لحقيقة الأمور حتى أرجع للقضية الأساسية، أنه نقول ليش ما صارت هذا الشيء، هنا القضية الكبيرة، هذا الوعي ليش ما حدث، ولا الإمكانيات ولا الحاجة. أنه عندما تراقب الآن تجد أنه الجميع أمورهم عدلة، يعني أكو كثيرين رواتب جيدة، وصحيح هم أتم يعني نوع من الاستياء والاحتجاج على الأوضاع، لكن الأغلبية يأخذون رواتب وعايشين بطريقة فاسدة، لكن ماشي الأمور بالنسبة لهم. لماذا؟ لأنه هنالك يعني مناخ واقتصاد رئيئي وسلطة رئيئية، حكم رئيئي على الجميع، وكل ما على الجميع أنه فقط يقدمون يعني علائم الطاعة والولاء للقيادات الحاكمة، سواء الميليشيات أو القوى القبلية وال يعني الفئوية الموجودة، عليهم أن يتبعون هاي الجماعات وانتهى الموضوع. هذا ما راح يتغير مهما كان مهما حدث. لماذا؟ لأنه المجتمعات إذا ما تغيرت البنية التحتية على وجهة النظر الماركسية، النظام يعني نظم علاقات الإنتاج بين الجماعات والأفراد إذا ما تغيرت ما راح يتغير شيء. وإلا الآن إحنا اللي بالي هذا السبب نرجع نشوف إنه مجتمعاتنا ما زالت أو شعوبنا ما زالت شعوب غير منتجة، شعوب استهلاكية ورئية، ولهذا السبب تشوف هاي الشعوب يعني ما ممكن أن تتطور. الغرب تطور لأنه تحول إلى تحولت الشعوب من شعوب
متدينة ومتعصبة لدينها إلى شعوب متطورة، لأنها انفتحت على العالم ودخلت عليها، يعني صارت عملية تحديث مستمرة، دخلت بعوامل وضغوطات اقتصادية وعمل واكتشافات جغرافية، وصارت قضايا معقدة. فصار انه من غير المعقول ان يكون هنالك جماعات، تكون هناك جماعات متحالفة مع بعضها في سبيل قضية دينية. لا، انا اتحالف مع بعض حتى اسوي شركة تجارية، حتى اسوي عمل، حتى انتج، حتى اصدر، حتى استورد. يعني انت عندما تراقب كيف نشأت بريطانيا تشوف انه بالقرن الخامس عشر والسادس عشر يعني يروحون ياخذون السكر مثلا، اتذكر مصانع نسيج، بدت مصانع نسيج بسيطة، مصانع نسيج بانجلترا. هاي مصانع نسيج تريد قطن، قطن منين يجيبونه؟ يجيبونه يمكن من كندا، هذا القطن يودونه لأفريقيا يصنعونه هناك، ياخذون عبيد، عبيد يبيعوهم بأمريكا، ولجون عملية دورة كاملة. حتى واحدة من الصفقات اشتركت بها ملكة انجلترا برأس مال، يعني برأس مال الخاص، وروحت ربح ممتاز بها. لا، هذه العملية ما تحتاج دين، تحتاج نظام مختلف، نظام سلطوي، نظام تحكم مختلف تماما عن الدين. هي هاي ترك يعني طورت الأمور، وصلت إلى حد أنه الدين أصبح عائق بالنسبة لتطور المجتمعات الغربية. احنا ما وصلنا لهي المرحله. ايه هو هذا السبب؟ ها تفضل. لهذا السبب تشوف جماعتنا النخب الحاكمه المتدينه الدين، يعني هي دينيه بشكل عام وسياسيه، هؤلاء لا يسمحون بوجود مجتمع منتج. لا، هذا سؤال خطير، لازم نشوف شنو العله، لان انتبهوا وعرفوا العله أو أنه سلطتهم لا يمكن أن تستمر بوجود مجتمعات حقيقية، مجتمعات حديثة، مجتمعات منتجة ومبدعة. هذه المجتمعات هي يعني طلقة الرحمة في مصالحهم ويعني نفوذهم. نعم. كنت يعني موضوع اللي إذا إحنا تابعنا تسلسل الحدثي والزمني لأوروبا وقارناها ببلداننا، مثلاً بأوروبا بعد العصور الوسطى، بعد العصور الدينية ومحاكم التفتيش، إحنا كنا نعرف أن الإقطاعية، الكنيسة التي ولدت الإقطاعية هي اللي كان المهيمنة، والإقطاعية مع الوقت ولدت البرجوازية، لأن هناك أصبح هناك حالة صدام بين النخب الحاكمة والنخب الدينية. نعم. والبرجوازية هي اللي ولدت الرأسمالية، مثل ما لا يخفى عليك، لأن البرجوازية انتشرت، وعندما أصبح لها أموال وأصبح لها مصالح أصبحت تنتشر وتحتل وتعمل. هذا وصلنا هنا المشكله، هذه هي الفكره. لما احنا نقول احنا عايشين مرحله ما بعد الحضيض، احنا يدوب احنا الان تحس ان احنا الان لسه حتى ما وصلنا، يعني ما قبل الحضيض قصدك؟ لا هو الفكره انه احنا لا زال يعني كثير من الان مثلا في العراق على الاقل، يعني تحس انه هو زمن اقطاعي، يعني هو الملا والسيد اللي بيحكم، مع تداخل بسيط للبرجوازية، يعني تداخل ماكو ما دمروه، حتى هاي كانت شوية موجودة دمروه. يعني احنا لازالنا ليش دمروها؟ ابو السؤال ليش دمروها؟ لازم نعرف مين دمروها قصدك. هم دول يعني تتباوع من 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 صار احتلال امريكا 2003 صار مشاريع اعمار وكذا، وجدت شركات عالمية كلها طرد وقالوا انه هيئة استثمار ومصالح وكل شيء ماكو. لانه العراق مثل لبنان، مثل اليمن، مثل سوريا، دولة في الخطوط الامامية، مش دولة حقيقية لإيران.
لا هي مو هنا القضيه، منو اللي يعني حتى امريكا اكتشفت بانه هؤلاء ناس ما يردون، يعني شو يسوي لهم؟ طبهم طب سوي خلي يطلعون بايران هم، يعني حطبهم ياكل شعرهم. لا ولكن استاذنا يعني احنا الان مثلا لو شفنا الدور الايراني مثلا بالمشهد الان، ايران مستفاده من العراق ومن سوريا ومن اليمن كأشباه دولة، ومن لبنان كأشباه دولة مو كدولة، لأن إذا صارت دولة حقيقية ما راح تطول العملية وتأخذ استقلاليتها عن القرار الإيراني عن ال وهذه إيران ما تريده، فمن مصلحة إيران أنها تغذي الميليشيا. مو بس إيران ولا ماكو أي دولة تريده. كيف؟ مو بس إيران ما تريده وماكو أي دولة بالمنطقة تريده أصلاً. ليش لا؟ لأن الآن من مصلحة الأردن والسعودية أن الدولة العراقية تستقل عن الإيران. أي بس ما يردون هالسر قوي. قوية لا، لأن تاريخها مو جميل جدا. تاريخها مو جميل. ولكن الآن مثلا لو احنا لقاء مع برنار لويس المستشرق هذا اليهودي اللي كان مستشار بوش. كان لقاء مع حلقتين على الحرة، ما يعني ما دورت عليه ما لقيته، يعني شفته قبل 12 سنة يعني 2005 هيك، يعني فترة طويلة صار يعني. فقال إنه العراق ماكو دولة تحبه هاي أو منطقة العراق، يقول إنه العراق قوي معناتها كل من حوله ضعيف، لهذا الكل يحاول أن يبقى هذا البلد ضعيف لأنه قوته سر على حسابهم. فلهذا السبب هذا قانون يعني، وهؤلاء يقول بالمناسبة كلهم يعرفون هذه الحقيقة جيدا. هذا هو برنارد لويس بعد من أشهر المستشرقين يعني. ما ولكن احنا ليش بدنا عراق قوي؟ خلي يكون عراق ضعيف وعراق محترم. مو هنا المعضلة، نرجع للإسلام. تعال أهم تعال نرجع للإسلام. يعني هنا المصيبة. المصيبة أنه أكو يعني تبدل ما أنت تسوي حركة تنمية وحركة تحديث وتبحث عن مستقبل جديد للشعوب المنطقة وتخرج من القالب القديم، ما الذي حدث؟ تلقى أنه صار توجه نحو السلفية، انتشرت السلفية، انتشر التطرف من جهة إيران، ولاية فقيه يعني تحولنا رجعنا لنظام الحكم الإلهي أنه الفقيه أو أصبح هو يتبوأ من أنصب الله يعني على الخلق. وأيضا تلقى من جهة السنة تلقى له سلفية له أخوان. هذا مو ارتباطا صارت يعني هذا هاي الثنائية سيطرت على المنطقة والشعوب المسلمة بأكملها، هذا مو ارتباطا صارت يعني. أكو أسس تاريخية وثقافية أكيد. ولكن لو إحنا مثلا لو حاولنا فقط نتخيل، لو مثلا الآن الإيرانيين انقلب عليهم الغرب والشرق وصارت ما هي معجزة وإن كان هذا كلام جدا خيالي، يعني الآن إذا انشال إيد إيران من على العراق، هل راح يختلف الوضع برأيك؟ إيران ما رأت يعني إيران، أنا تحليلي الشخصي إيران ما لها مستقبل يعني أنا أتوقع ما تستمر هاي الحكم الديني، ما راح يستمر 5 سنوات، ما راح يستمر يعني. هذا هو على مهما يعني صحيح دولة قوية وتعتبر دولة من أكبر الدول قوة ونفوذا في المنطقة، هي وتركيا والسعودية مثلا، لكن ما راح يستمر يعني. هي والحركة اللي صارت مع هذا شو يسمونه بن سلمان، نعم الآن بن سلمان بآخر لحظة يلا بدأوا يتفطنون جماعة السعودية إلى أنه لعبة، أنه يطلعون من جو التطرف الديني وينطلقون إلى الحداثة وينفتحون أكثر. الآن يلا وجدوا الحل، هذا الحل اللي هم يتحركون عليه حاليا من قبل بن سلمان وبدأوا به من سنوات، من سنتين تقريبا، أنه هو هذا راح يسقط إيران، مو أنه المواجهة بالتطرف السني أو الداعشي
أو بالضبط. الإخواني أو هنا هو هذا، لأن إيران لم يعني لم ينجح التطرف الأصولي يعني جماعة الفاندمنتالزم دولة ما نجحوا إلا بوجود تطرف مضاد. هو أكيد هذا هو تغذية التطرف أو تغذية الأصولية دائما يكون على التيارات نقيضة لها بالطرف الآخر يعني. هو دائما أذكرك أتاتورك من إجل أتاتورك كانوا قبل حركة تركيا الفتاة، وكانت كان العلمانية موديل بالضبط، موديل انتشر من 1910 بالعشرينات وصار موديل انتشر في كل المنطقة. يعني الكل يفتخر، وحتى الشباب قاموا يلبسون آخر صيحات الأزياء. وبذلك الوقت حتى والدي ووالدك يعني أجدادنا كانوا يفتخرون، وأمهاتنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا كانوا يلبسون آخر موديل ولا حجاب ولا أي شيء. أكيد يعني خاصة بالمراكز المدن، بس ما وصلت المراكز يعني أكيد الريف، لأنه بعد ما لحقوا خطية 20-30 سنة لو استمرت على السنة غير شكل. على كل حال الفكرة وين؟ والله ضاعت السالفة معي يعني تذكرك على التطرف المدن. نعم. فهو موديل انتشر مال العلمانية، والحسن الموضوع اللي صار شنو؟ انه طلعت 1979 ايران ولاية الفقيه الخميني، واجى بعد ذلك مقابلة جماعة بن لادن، وصار قضية افغانستان، وصار تحالف بن فيصل، تحالف السادات وبرجينسكي. هاي مؤامرة برجينسكي لا عندك فكرة عنها؟ اكيد على كل حال ها نعم اي اذا على هذا وحرقوا حياتنا انا وانت وكل احنا الان جابنا بهاي البلدان اللي نعيشها، احنا عايشين بمناطقنا مرتاحين. على كل حال اللي صار انه صار تطرف وتطرف مضاد، وصار لعب بمصالح البشر والعباد، ودمرت المنطقه باكمله، بغض النظر عن انه بعض المناطق شويه سلمت يعني، بس هو عموما منطقه باكملها اصطبغت بالصبغه الدينيه المتطرفه المنغلقه. هاي المنطقة هذا اللي صار. هي كانت آلية الدفاع الذاتي ضد التيارات اليسارية اللي انتعش شرينا بها يعني. يعني هاي اللغوة. إيه بالضبط. يعني هذا السعودية وغير السعودية، حتى البلدان العربية اللي ما تبنت اليسار حاولت أنها تضخ الإسلاميين في مواجهتهم. ايوه هاي ضخاتها، ولا لا احنا ندفع الثمن. بس انا اعتقد التوجه اللي تتجه على السعوديه هذا توجه راح يكون له تاثير كبير بالمستقبل، لكن هم ما يعني عندي شكوك انهم مو مستوى ان يقودون قضيه من هذا النوع، يعني ما عندهم هذا الحجم الاستراتيجي المؤثر الذي يسمح بان يكونوا قاده لحركه تنوير او حركه تغيير باتجاه الحداثة. لا هم مجرد حكام قبليين ونفعيين ووصوليين، ويعني ما أعتقد، بس يعني رادين. محمد بن سلمان ما عنده هذه النظرة، اللي عنده يمكن يكون محمد بن زايد، لأن محمد بن زايد يعني يشتغل لسنوات قدام، يعني حتى هو قبل فترة طويلة قبل كم سنة لما عمل حملة المليون، أنه يأسس لمليون واحد مبرمج، بحيث أنه من الناس اللي قدمت في البرامج التعليمية تبع الإمارات. فهو محمد بن زايد يشتغل على هذا الملف، وهو عارف أنه سلاح العصر هو التكنولوجيا، هو سلاح هذا الدين والديلوجيات وأفكار، هذا ما راح يوكل خبز، وإنما عندك تكنولوجيا. وعشان هيك هو عنده صاروخ، وعملوا صاروخ وأطلقوا للفضاء وللمريخ، ووصلوا لمرحلة يعني جدا متقدمة مقارنة ببقية الدول العربية. ومحمد بن زايد عنده مشروع، ومحمد بن سلمان هو فقط مجرد ضخ مال بالنسبة لمحمد بن زايد، وهو ما يعني ماشيين تقريبا بنفس الاتجاه مع اختلافات طفيفة.
ما اعتقد راح يقول هذا مجرد اشكال تقنيه يحاولون يصرف، ما راح تؤدي لها. باقيه هي مجتمعات نفعيه وريعيه وتعيش على تعيش على يعني على على الشكل الخارجي للتقنيات والحداثة والاتصالات في العالم، لكنهم جوهريا باقين ماكو اي تطور. يعني يعني لحد الان ما شفت انت من عندهم طلع يعني مفكر مثلا، مفكر على وزن له علاقه بالحداثه والتنوير وقدم طروحات جديده، ما موجود هذا الشيء. على كل حال يعني الموضوع والله شيق جدا، يعني احنا تحدثنا عن اشياء كثيره جدا، وانا تعبنا كثير وانا هم تعبت والله جوعان ما المعذره استاذ منصور، وفرصه سعيده جدا وشكرا للاستضافة، وأتمنى أننا نستطيع أن نعيد مثل هذه الحوارات الشيقة. لا أكيد هسه على أيام تجربة يعني. نعم أي تجربة. بعد ذلك أنا راح أبدأ الآن شوية مطمئن أكثر من السابق. ممتاز. وشوية متمكن من الأدوات التقنية الموجودة عندي. جميل. فراح نرتب أشياء بشكل منظم أكثر. نعم. بحيث يعني المشاهد أو المتابع ويسوي إعلان. نعم. وبحيث ناخذ موضوع مثلا استضيفك او انت تستضيف، يعني ما واحد يستضيف الثاني ماكو مشكله. نعم. ما لها علاقه انا او انت. نعم. نعم. القصد احنا نجيب مثلا مجموعه من اسماء جيده ويصير موضوع تركيز عليه بطريقه نافعه وشويه بها اختلاف عن السائد. نعم اكيد. شكرا واتمنى يكون ما تعبنا. أنا أشكرك جدا وسعيد جدا بهذه الفرصة وتشرفت. بالعكس أنا كلش يعني تنورتني بأفكار جديدة ما كانت على بالي على الإطلاق. يلا مع السلامة وصباح الخير. وأنت بألف خير وتحياتي، مع السلامة. شكرا أصدقائي الجميع الآن ونشوفكم بخير ومع السلامة.